درتي زبيده مزيان، خلقي تفتازه، خلقي تفتازه وكبرت هنايا. جابتني الوالده والوالد جابوني مني كانت عندي 4 شهور. قريت عام 1945 قريت في لاله عوده. في القرايه وصلت البروميير اني ليسي بوميرو، اه، وخرجت تزوجت. تزوجت بقيت مده وداك الشيء خلاص طلقت، بقيت مع الوالده الله يرحمها. ما عنديش، ماتوا ليا. بقيت مع الوالده حتى توفت. خدمت، تعلمت الصنعه. مني تعلمت الصنعه كنت كنخدم بالصنعه، التريكويات، الكروشي، هذه، وكنت درت الصناعه التقليديه في الغرفه التجاريه، وعطاوني الشهاده ديال التكاشط، كنت كندير التكاشط. قبضت هي هذيك، كنت كندير التكاشط. يعني كل ما هو تقليدي، يعني كل ما هو تقليدي، كروشي، شويه درت الماكينه ديال التريكويات، درت باساب، جبتها من الدار البيضاء بمليون و90 الف ريال باش شريتها. خدمت هي هذيك، قالوا لي الناس الخدمه ما بقاتش هنايا، يلا يا تمشي تخدمي في ليبيا. مشيت خدمت في ليبيا، خدمت في الطبيب، خدمت في طرابلس. عام 1993. ومني كتبان شي خدمه في شي ديور كانوا كيديوني المدير ديال المستشفى ولا الطبيب ولا شي، كيديوني كنخدم في الديور. ها اللي كنخمل له، ها اللي عنده عرس كنقضيو، كنقبض الفلوس في طرابلس. مشيت خدمت في السبيعه، كيديوني فين ما خصني هاد الخدمه كنمشي، حقاش باش خصني نجمع الفلوس باش ندير الاخر زماني في ليبيا. وخدمت فعلا، ايوا كانت مزيانه، ولكن الصرف كان طايح، كنا كنشريو الذهب. نعم، هو التعامل مزيان. مع تالي جيت لهنايا قلت هدا اش غادي ندير، ما غنبقاش انا كنخدم. قالوا لي الناس لا، بدات تجيبي السلعه. مشيت لسوريا، من ليبيا مشيت لسوريا، مشيت لسوريا بديت كنجيب السلعه. مشيت لديك الحريق، هذاك الشارع الطويل، ومشاو معايا الناس وشريت السلعه وكنجيبها لهنايا المغرب باش كنعاود فيها البيع. كنمشي للعاصمه ديال سوريا، الحمص وداك الحريقه وداك الشيء. كنت كندا ونشري السلعه ونجيب، وكنجيب وكنخلي لدوائر الزمن، لحقاش بحال دابا الكبر هكايا ينفعني. مع تالي قالوا لي شنو دابا متي قريبه لسوريا لتركيا، يلا هي تجيبي السلعه من تركيا. مشيت لتركيا، جبت السلعه عاوتاني، جبتها، جبت الكيطمات، جبت بزاف د الحوايج اللي جبت. كنجيب عاوتاني وكنمشي شويه، كنجيب داكشي كنخلص عليه، كنوصلو لليبيا، كنوصلو لليبيا كنخليه، كنجلس عاود واحد المده تمايا، كنخدم خدمتي شويه، عاود كنولي كنسافر لسوريا، كنمشي لتركيا، كنجيب السلعه. النهار اللي عولت باش نجي لهنايا عندي السلعه بزاف، جبتها، شريت الذهب، عندي الجوهر، عندي كلشي باش نرجع بحالتي لهنايا. رجعت عام 2014. وقبل ما نرجع كان واحد اللي بي الله يذكره بخير قال لي يا زبيده ما تبقيش تجلسي هنايا، راه دابا هذه ليبيا ما بقاتش مزيانه، وما بقاوش دابا حنا الليبيين كنبغيو الناس الاجانب، كنبغيو الناس الاوروباويين. قال لي من الاحسن لك يا زبيده تمشي لبلادك، هذاك هو باش جيت. كان بدات شويه، بدا باقي ما هذا، ولكن الناس كانوا كيعرفوني تما، كنت معروفه. يعني نصحوك ترجعي؟ نصحوني نرجع لبلادي. قلت لهم لا، انا نفضل بلادي على اي بلاد. قال لي سيري لهنا ولا. قلت لهم ما نمشي حتى المدعى، اختي نرجع، اخي نرجع لبلادي، نرجع بلادي ناكل طرف الخبز وداك الشيء اللي عندي، لان انا عارفه راسي عندي السلعه من تركيا ومن سوريا ونقلب.
السلعه كنت كنجيبها لهنايا وكنحط وكنولي عاود كنجيب. وفاش جيت في مره خلصت على كل شيء، خلصت عليه الفلوس، خلصت الديوانه وزنهم لي بالكيلوات، والذهب خبعته وشي فلوس خبعتهم. هذاك رزقني، هذاك خبعتهم. كيقول لك ما تخرجي حتى حاجه. موراها جيت للمغرب من داك العهد. فاش وصلت لهنايا جلست بديت كندور عند حبابي، كندور هكا واللي خصو شي حاجه ولا شي. لا ما كملتهاش، بقات لي السلعه، بقات لي كل شيء، بقى ليا معان كل شيء. لا جبتهم معايا، واش غنخلي سلعتي ونجي انا؟ بحال دابا كون وقع داك الشيء القدافي كون ما نسى لي فيهم حتى ريال، كون مشى لي كل شيء. دارت الدويرة وكريتها وكان كريها بالكونترا. مني كريتها بالكونترا ناض خصو هو يخويها في اكتوبر ديال الشهر اللي العام اللي فات. علمني قال لي راني غنخويها، قلت له خويها. مني نخويها ليا مشيت عطيتها للسمسر، وكنت عوالا نصلحها ديك مليون ونص وستين الف ريال، كنت عوالا نصلح بها الدويرة باش تجيب لي الثمن. الدار كانت عندي في الحي، كان كري الدار باش نعيش ونشري الدواء. انا بوحديتي وجبت وحده زعما كنعرفك. ما عندي ولاد، الوالده توفات، وكنكون هنا بوحديتي بالليل وبالنهار وهي عارفاني. هي كانت كتخدم عند اختي كانت مريضه وكانت كتقابلها شويه لان بنتها كانت كتخرج. هي هذيك بقينا جالسين، توفات اختي الله يرحمها، تفركت الشيء. واحد النهار ويا دارت لي التليفون، قالت لي زبيده شنو راني غنجي عندك. قلت لها جي عندي حدا الحمام. فعلا جيت لقيتها حدا الحمام، حليت دخلات بقات جالسه شويه نصبات عليا. قالت لي انا خويا مريض وخويا داير وخويا تقت بها. قالت لي عطيني 10000 ريال، جبت عطيتها 10000 ريال. قلت انا خصني اللي يخمل ليا، خصني اللي يطلق لي الفراش، راه جات وحده خملات ليا، وانا خصني دابا اللي يفرش ليا واللي يحك لي المعينات، وانا اللي غادي عوالا نجيب وحده. قالت لي لا، داك اللي غادي تجيبيها انا نجي نقضي لك. قلت لها شوفي قولي لي شحال. قلت لها المهم هانتي دابا هي 10000 ريال، هاي دابا هادي مسلفها لك باش مني عاد نتفاصلوا على سميتو، نتفاصلوا عاد على الشهر. قلت لها انا ما غنعطيكش بحال دار اختي، انا راني غير بوحديتي. قالت لي ويلي يا خالتي انا غنقضي لك بحال اللي غنقضي لاختي ولا لخالتي ولا لامي. مشات خدات ال 10000 ريال، ما بانتش. مني ما بانتش هي وانا كنمشي عندها، كنمشي شافتني تخبعات، درت هكا هي معدمه ودا عاد بانت. قلت لها وين انا كنعيط لك انت من خلاني؟ قالت لي ما شفتك شي. قلت لها شتيني وهربتي. هي دي قلت لها شوفي دابا خصك تجي تقضي ليا. قالت لي دابا خويا مريض ما نخدش شي غادي نمشي. قلت لها وهانت منين تجي من الصفر اجي عندي. والو ما جاتش لا الاربعاء لا الخميس لا والو. مشات. واحد النهار وهي جات عندي صونات في البيت، هي وحده قبطوا دخلوا للداخل شويه، خلاتها هي لداخل. جيت انا هنايا، قالت لي اجي نجلسوا هنا بوحديتنا باش ما خلينا. وانا قلت لها ويلي غنجلسوا بوحديتنا، ما حناش كنبيعوا الكيف، خلينا نجلسوا نيشان. خلات هذيك الاخرى تمايا وانا راميه ودنيه، لان البيت عندي بوحديته والماريو فيه كل شيء وحوايجي وذهبي وكل شيء. هي هذيك جات حلات الماريو، حسيت بالحلات الماريو شويه، دخلت للكوزينه كتشوف شويه من هكا. وانا نطقت قلت لها شوفي عيط لها تجلس حدانا. عيطت لها بقات جالسه معانا شويه هكايا شويه. نادو خرجوا بقاو هكذا كاينات واحد الشويه. قلت صافي مشاو. خرجت انا غدا نمشي نشري ما ناكل وانا كنلقاهم. قالت لي نسيت البزطام، ما البزطام. قلت لها راه ما نسيتيش. شوف قلت لها يلاه. جات هذيك اللي معاها قالت لها ما تثقيش فيها. قلت لها ويلي غير ما تثقيش فيا، كي غديري ما تثقيش فيا؟ على عمرك ما شتيني وتعرفت على حبابي، تعرفت على العائله، تعرفت على كل شيء. هي هذيك دخلنا وهي لقات البزطام ديالها، عطاتني الفلوس. هذا الجار ديالي
قالت لي ما نعطيكش الفلوس بيني وبينك. مشات هكا قالت له ها انت يا سيدي الله يرحم والدك، ها 10000 ريال ديالها اللي كنت سلفت من عندها، ها هي واخا عطاتها لي. قلت لها اختي انا كنفرق الزكاه باش غنعطيك 10000 ريال. هي هذيك خديت ال 10000 ريال داروا مشاو. انا خرجت وانا كنلقاهم بجوج جهه الشجره كيهضروا بيناتهم، ضربت فيهم دز طلعت مع الدرب ما ديتهاش فيهم. دارت ايامات وهي جات عندي وحده صونات عليا في الباب قالت لي انت يا خالتي زبيده؟ قلت لها ايه. قالت لي راسي فطات لك واحد الصخره. حليت لها قالت لي واحد الوحده جرتك راسي فطات لك الصخره. حطاتها لي تمايا هنايا مشات في حالتها. قلت لها لقيتيني خارجه غنمشي للمبروكه باش ننفق. تمينا غاديين يلاه وحنا كنلقاو واحد الولد شاب باقي صغير راني عاقله عليهم. هي هذيك لقيناه قالت له ويلي تعطلتي ما تعطلتي شويه غفلوني. السوارت كانوا عندي هنايا في الجيب ديال جلابه الصف غفلوني. دار بحال اللي كيهضروا معايا وبحال اللي شي كيبوسي لي راسي. خداو لي السوارت قالوا لي واسيني هنايا. قلت له واسيري عيطي لي لهادي اللي قلتي صيفطاتك. جلست تمايا وانا كنضرب الفقد في الجيب كنلقى السوارت ما كاينينش. سولت واحد الوحده قالت لي لا ما شفت. سولت واحد الواحد داك اللي كيمخلو قالوا لي لا ما شفتي. قالوا والله كنت مسان انا عاد بالي طاحوا ليا. وانا قلت هذا مني ما لقيتهم شيء. قلت هذا انا جيت وانا كنلقى الهوندا قرعيه حدا باب الدار وكنلقى شويه طلعت كنلقى الباب محلوله باب الدار محلوله. هي هذيك مي عادي لقيت المهرز. كان عندي مهرز كبير كنت جبته من ليبيا ومهرز اخر وحده تقالي ما كنقدش حتى نهزو حتى غير منظر هكاك وغاري اشاريهم غاليين. جبته دخلت لداخل كنلقى الساك عندي كبير ديال الجلد ومصور فيه جوج قطيطات كنلقاه ما كاينش. كنحل كنلقى الحوايج كلهم عندي اللي زور وداكشي كلشي ما كاينش الحوايج. حليت هكايا في البيت الاخر كنلقى الدنيا عندي كلها مرونه مرونه كلها 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 كلها. مشاو لي الحوايج مشاو لي الاتات مشا لي كلشي. كل ما خدمت زعما باش نتهنى في كبرين جاو وحدين خداوه. ايوا كان هذاك الساك الكبير اللي كنت خديت باش كنت كنجمع من الكرا نشري بهم الدواء هذا. وكان عندي فلوس اخرين محيداهم. ايوا راه خير ربي هاد الفلوس. ها مليون ونص و 60000 ريال كانوا عندي في الساك هذوك اللي في الماريو. هذوك عندي في الساك والذهب واش داكشي والتكاشط والحوايج والحوايج ديال تركيا بيجامات وسير ويزور وكروشيو. يا ما مشى عندي يا ما مشى يا ما مشى. مشى لي كلشي مشى لي كلشي. هذاك الشيء دابا ما كنشوفش وما كنمشيش. انا بديك الفقصه ما كنمشيش وما كنشوفش. ومن ذاك الوقت شحال هادي ما عمري ما خملت الدار لدابا الان الحمام ما كنمشيلوش. ديكلاريت للبوليس مشيت ديك الساعات نديكلاري. مشيت للكوميساريه الكبيره قالوا لي لا ماشي هنايا. وداو لي فكرتيني البورطابل داو ليا داو لي كلشي شحال الحوايج اللي داو لي داو لي كلشي. كل ما خدمته في صغري الكبرين خداوه ليا كله. ومعروفين هادو ماشي ما معروفينش. فاش ديكلاريتي للبوليس جاو داروا جاو خدام مشاو كيصوروا داكشي. قال لك يديروا البصمات شويه قال لك داكشي كيطول ما كيطول ما نعرف شنو واش ماذا قبطوا لقاو داكشي ماذا. قلت لهم مشاو لي كلشي. بقيت كنمشي ونجي نمشي ونجي نمشي ونجي نمشي ونجي. قلت لي بان يعني في لونكيت ديالهم ربما لقاو شي فيديو الكاميرات لقاوهم عند الحمام. قلت لهم انا عارفه اللي سرقني عارفه اللي سرقني. لدابا انا كنقول عارفه اللي سرقني. انا اللي سرقني عارفه وعارفه العصابه اللي جات. الادله ها كاين شي دليل؟ الادله ربما هي اللي مازال ما باتش. والادله هذيك خيتنا تبين دوك اللي صحابها اللي جاوا. ولكن الا شفت هذوك اللي شفت انا عاقله عليهم. واخا بالنسبه كما قلتي ديكلاريتي معاها بطاطا لعاها بطاطا لعاها بطاطا كنمشي مره كيديوها فيا مره ما كيديوهاش. مره كنمشي كنقيل تمايا حتى كنجيب حالاتي. النهار اللي داروا قالوا لي شتي راه حنا صيفطنا للمحكمه راه عند الرئيس. طالت عاوتاني توالو شويه واحد النهار مشيت ليلو قلت له شوف قل لي شكون هو هذا الوكيل. نمشي نقلب تاني على راسي قلت له راه مشى لي رزقي
راه مشى لي كل ما خدمته في صغرين الكبرين مشى ليا. يعني دابا هاد القصه اللي عاودتينا اللي كتهم المجاهد الكرام اللي متبعينا هو انك يعني ضيعتي بزاف من حياتك. حياتي مشات باطل الغربه من جهه تماره وتماره واللي بين ملي كتمشي تخدمي عندهم كيعطوك التماره المفيد. حكي هنا ديري هنا والعرس ديالهم بالتماره. التماره اللي دوزت ما دوزتهاش في حياتي في حياه امي الله يرحمها وخوتي في الغربه. انا خصني نجمع الفلوس نشري الذهب ونجمع الفلوس. وفي ذاك الوقت من جاهم هما خداو لي كل شيء. الناس يحضيو راسهم من الخدامات يحضيو راسهم راه كيبانو اولياء. الا ما كانوش ثقه ما يعطيوهمش. هادي زعما كانت ثقه وعرفت عائلتي وعطاوها لدريسات وعوالا نديها معايا عند حبابي ودن. في التالي جابت العصابه ديالها. الناس يحضيو راسهم وكان ما خصها حتى خير. انا عرفتني بوحديتي وجات نصبات عليا وجابت العصابه ديالها. انا كنقولها وشد بالله جابت العصابه ديالها. يعني دات لك خلات لك الدار رقعه خلات لي والو الدنيا ما كنخمل ما كندير حتى شي حاجه مشى لي كل شيء. الناس مساك الله يخلف عليهم الله يكثر خيرهم كيعطوني ما ناكل. الجيران الله يخلف عليهم الله يكثر خيرهم الحومه واحد جوج هما اللي مساكن كيعطوني داك الشيء اللي كتب الله. كل ما خدمته في صغري بس زعما الكبرين تهنا والحمد لله كنت مهنيه كنت كاريه وكنت هذا منين الراجل خوا بغيت نبيع الدار هذيك هي قلت زعما باش نصلحها وداك الشيء ونبيعها. جات خدات لي كل شيء لا اللي جامعه ولا اللي مخبعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.